السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل المحاضرة الرابعة والأخيرة في الباثولوجي بعنوان Vascular Disease and Trauma. المحاضرة بتتكلم عن ثلاث حاجات: أنيوريزم، سيربرال إيديما، وحاجة اسمها أول هيمورج. نبدأ نتكلم عن أول حاجة اللي هو الأنيوريزم دلوقتي. قبل ما نبدأ عايزك تبقى عارف معنى كلمة أنيوريزم. أنيوريزم هو مشكلة في البلاد فيزل بتعمل بيبقى فيه جزء من البلاد فيزل حصل فيه دايليتيشن أو اتنفخ. بمعنى ده كده البلاد فيزل ماشي سليم، تمام، لسبب ما الجزء ده من البلاد فيزل حصل فيه ويكنس او بدا يضعف، فبتلاقي الدم اللي ماشي في البلاد فيزل عادي جدا بدا يزق البلاد الطبقه الضعيفه دي لفوق يضغط عليها، ما هي طبقه ضعيفه، فبتلاقي ان الطبقه دي بدا يحصل فيها دايليتيشن وتعمل لها حاجه اسمها انيوريزم. تمام، المنظر ده كده ببساطه جدا هو ده الانيوريزم. ايه مشكله الانيوريزم ده بقى؟ مشكلته كذا مشكله الصراحه. اول حاجه ان الانيوريزم ده متكون اصلا في طبقه ضعيفه، السبب اللي خلى الدم يزق يزق الول بتاع البلاد فيزل يخليه يطلع لفوق كده لان الطبقه بتاعه البلاد فيزل دي ضعيفه اصلا، فهي في الاول اتنفخت، بعد كده ممكن يحصل فيها ايه؟ فرقعه. تمام، يحصل فرقعه بقى وهيموريدج ونزيف في كل حته في البرين او بره البرين. يعني الانيوريزم ممكن يحصل في اي حته من البلاد فيزل، اي بلاد فيزل في اي حته يعني. تاني مشكله ان الدم ماشي اهو ماشي سليم عادي جدا رايح من هنا لهنا. طب والدم اللي في الانيوريزم؟ الدم في الانيوريزم ثابت ساكن كده مش بيتحرك، فبيحصل في ايه؟ بيتجلط، يحصل ثرومبوزس. الثرومبوز دي بتبدا تنقل لاماكن تانيه تعمل لك مشاكل كتير، في مشاكل اكتر من كده طبعا بس يعني نكتفي بدول. ده كده الانيوريزم. الانيوريزم بقى على حسب بالظبط، احنا قلنا ان بيحصل ويكنس في جزء من البلاد فيزل. طب ايه سبب الويكنس ده بقى؟ قال لك اول حاجه ممكن يكون مرض كونجينيتال، العيل مولود عنده مشكله في البلاد فيزل كده من هو صغير مولود كده. تمام، ممكن يحصل انفلاميشن على البلاد فيزل، فبيحصل الانفلاميشن والبكتيريا اللي بتبقى موجوده دي بدات تضعف تضعف في البلاد فيزل. ممكن يحصل تصلب او اثيروسكلروز، تصلب شرايين، بسبب ما برضو الحاجات دي البلاد فيزل اللي بيحصل فيها اثيروسكلروز بتكون ضعيفه، ممكن يحصل فيها دايليتيشن. اخر سبب اللي هو الارتيريو فينوس مال فورميشن، ده هنقوله في الاخر كده بالتفصيل. تمام، نبدا نتكلم بقى عن اول نوع معانا اللي هو الايه، البيري انيوريزم او الكونجنتال انيوريزم. تمام، دلوقتي اتفقنا ان العيل مولود عنده الطبقه بتاعه البلاد فيزل ضعيفه. اي طبقه بالظبط؟ هو بيبدا يحدد لك، بيقول لك ان الميديا بتاعه البلاد فيزل. لو انت فاكر ان عندك الطبقه اللي جوه دي الانتيما، الطبقه اللي بره بتاعه اللي فيها السموث ماسل دي اللي هي الميديا، والطبقه اللي في الاخر خالص اللي هي الادفنتيجي. الجزء اللي بيبقى ضعيف في البلاد فيزل هنا في الكونجنتال انجزم بتبقى الميديا، فالميديا عند العيل دي بتبقى ضعيفه، فبالتالي البلاد فيزل ممكن يحصل فيها دايليتيشن. الدايليتيشن بيكون في الاماكن بتاعت السيركل اوف فوليس، بيقول لك ان الاماكن دي بالذات بتكون الاماكن بتاعت البايفوركيشن. ليه برضو؟ لان هي دي الاماكن اللي بيحصل فيها كونجنتال ديفكت. تمام، فهو الموضوع كده، ليه بيحصل كونجنتال ديفكت بقى؟ مش عارف الصراحه، بس هو حصل كونجنتال ديفكت هنا. تمام، اشهر مكان اللي هو المنطقه بتاعت الانتيريور كوميونيكيتنج التري. تمام، ممكن يحصل بقى في الاماكن دي كلها، بس كده. يبقى الكونجنتال انيوريزم او البيري انيوريزم هو ممكن يكون سنجل، ممكن يكون واحده بس موجوده، او ممكن يكون اكتر من واحده. طبعا الاخطر انه يكون ايه، سنجل. تمام، الرقم بتاعه بيكون 2 مللي، ممكن يكون اكتر من كده على فكره، بس اقل من كده صعب. الاماكن بتاعته اللي بيحبها اللي هي المنطقه بتاعت البايفوركيشن بتاعت السيبرال ارتري، واكتر حته اللي هي السيركل اوف ويتس. تمام، سبب بقى اللي احنا قلناه ان عندك الميديا بتاعت البلاد فيزل فيها ديفكت. في معلومه كمان رابعه كده حابب اقولها لكم، او خمسه مش عارف، ان يكون كلمه كونجنتال انيوريزم دي انا حد ما برضه مش تسميه صح قد كده، لان انت عندك العيل بيتولد كونجنتال ديفكت في البلاد فيزل، بس هل هو بيتولد عنده انيوريزم؟ لا مش قوي كده. هو الانيوريزم بيبدا يتكون على مدار سنين، يعني هو مش كم العيل يجي الديفكت عنده موجود في البلاد فيزل، بس الانيوريزم عنده مش موجود، بيبدا يتكون مثلا 10 20 سنه. ماشي، تاني نوع معانا اللي هو المايكوتيك انيوريزم. ومايكوتيك معناها انه حاصل بسبب الانفلاميشن او انفكشن او بكتيريا. الانفلاميشن دول بيبدا يقول لك اشهر سبب، اشهر مرضين بيبدا يعملوا انفلاميشن في البلاد فيزل حاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس، ودي من اسمها حاصل فيها بكتيريا عملت انفكشن او انفلاميشن للاندوكارديوم بتاع الهارت. لو انت فاكر الهارت عندك بيتكون من ثلاث طبقات، الطبقه اللي جوه الاندوكارديوم، الطبقه اللي بره الميوكارديوم بتاعت العضلات، الطبقه اللي بره البيريكارديوم. فاحنا عندنا المشكله فين؟ المشكله ان عندك البكتيريا الاندوكارديتس عملت افكشن او عملت دامج للمنطقه بتاعت الايه؟ الاندوكارديوم بتاعت الهارت. تمام؟ في حاجه اسمها كمان بولي ارترايتس نودوزا، ودي بيكون مرض بيحصل فيه بيكون بيحصل مثلا بسبب فيروس بي. بيكون اللي حاصل بقى ايه؟ ان انت عندك البلاد فيزل زي ما احنا قلنا ماشي سليم. تمام؟ انما في البولي ارترايتس نودوزا، هي من اسمها بولي ارترايتس، يعني بيأفكت اكتر من منطقه، يعني بتلاقي المنطقه دي ضعيفه والمنطقه دي ضعيفه والمنطقه دي ضعيفه والمنطقه دي ضعيفه، فتلاقي المنظر عندك ايه؟ المنظر عندك ماشي كده. تمام؟ تحت برضه يكون نفس المنظر تقريبا.
ماشي. المنظر ده شبه ايه؟ شبه النودز او العقد او شبه الليمف نود، تمام؟ فانت بتسميه بولي ارترايتس عشان ضارب اكتر من منطقه، ونودوزا يعني هيبقى شكل واخد شكل النود يعني، تمام؟ ده كله حاصل بسبب ايه؟ بسبب انفلاميشن في البلاد فيزل. يبقى السببين بتوع المايكوتيك انيوريزم حاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، وحاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا، والاثنين حاصلين بسبب الانفلاميشن، تمام؟ بص كده المنظر ده معايا، ده اللي هو البولي ارترايتس نودوزا واخد شكل الايه؟ النود. يقول لك انها واخده شكل العود. ثالث نوع معانا اسير سكلروتيك انيوريزم، مش عايز اطول فيه، حصل اسير سكلروزس في الارتري، فالارتري بقت ضعيفه فحصل فيها انيوريزم ودايليتيشن، بس كده يعني مش اكتر من كده. بص بقى معايا دلوقتي، انت عندك حاجه اسمها اي في مالفورميشن. اي في اللي هو الارتري، والفي اللي هي الفين، ومالفورميشن مال يعني مشكله، فورميشن يعني في التركيب، يعني في مشكله في التركيب ما بين الارتري والفين. المفروض انك عندك الارتري والفين في ما بينهم حاجه اسمها ايه؟ كابيلاري. الكابيلاري دي المفروض انها تنقل الدم من الارتري توديه للفين، انما هنا في المرض ده الكابيلاري دي مش موجوده. موجود بدلها ايه؟ موجود بدلها ان الارتري فاتح على الفين على طول. ايه مشكله الكلام ده؟ مشكله كبيره جدا. دلوقتي انت عندك الكابيلاري دي كان ليها وظيفه اساسيه، اول حاجه انها تبدا تحطي البلاد بريشر، الضغط، الضغط الموجود في الارتري موجود عالي، الضغط تقريبا كان 120، والضغط الموجود في الفين اقل من كده، مش فاكر تقريبا كانت 25 حاجه زي كده، المهم يعني او 10 مش فاكر، مش فاكر ايا كان، اللي هو كان رقم اقل بكتير من اللي كان موجود في الارتري. فالمهم يعني دلوقتي انت عندك الطبقات بتاعت الارتري طبقات سميكه قويه قادره انها تستحمل الضغط ده، في المقابل الطبقات بتاعت الفين لا ضعيفه، هي محتاجه ضغط حنين عليها. فتخيل لو انا جبت الضغط العالي ده كله بتاع الدم ده قمت نقله في الفين مره واحده، مره واحده كده على طول، ايه اللي هيحصل؟ الضغط العالي ده هيبدا يضغط على الطبقه بتاعت الفين، يبدا يحصل فيها دايليتيشن، تبدا الاول يحصل انيوريزم، بعد كده ممكن لو الموضوع زايد اكتر من كده زايد جامد يعني ممكن يبدا يحصل الرابشر او تبدا تفرقع وتعمل بليدنج. طب اللي كان المفروض يحصل هنا ايه؟ اللي كان المفروض يحصل ان بدل ما كانت بتروح من الارتري للفين على طول، لا كان في نص كابيلاري، الكابيلاري دي كان وظيفتها انها تبدا تقلل البريشر تدريجيا كده لحد ما تخليه يوصل للفين ان هو يكون قليل، بحيث ان الفين الطبقه بتاعت الفين او اللير بتاعت البلاد الفين تقدر تستحمله وما يحصلش رابشر او يحصل دايليتيشن للفين بسببه، تمام كده؟ علاج الموضوع ده، علاج الموضوع ده ببساطه ان انت الانيوريزم ده او الجزء اللي فيه دايليتيشن ده تبدا تشيله على طول، تبدا تشيله عشان تمنع بقى تقفله يعني تسده الاول، بعد كده تبدا تشيله عشان تمنع حدوث كده اي نزيف مستقبلا ولا حاجه، تمام؟ هو بيقول لك ان انت عندك هو ابنورمال كوميونيكيشن ما بين الارتري والفين، تمام؟ البلود ماشي في الفين عن طريق حاجه اسمها كونكتنج ساك، كونكتنج ساك دي اللي هي الوصله ما بين الارتري والفين، تمام كده؟ بقى نتكلم عن تاني موضوع معانا اللي هو السيريبرال ايديما. ايديما يعني اكيوميشن للفلويد جوه البرين، تمام؟ في ثلاث انواع من السيريبرال ايديما، حاجه اسمها فازوجينيك، وحاجه اسمها سايتوتوكسيك، وحاجه اسمها انترستيشن. واحده واحده. فازوجينيك، فازو يعني ليها علاقه بالبلاد فيزل، بمعنى بص كده الرسمه دي معايا، الرسمه دي عباره عن ده البلاد فيزل اللي راح للبرين، ودي الخلايا بتاعت البرين، وفي النص ما بين الخلايا بتاعت البرين وبعضها في نسبه صغيره من الفلويد، وفي بلاد فيزل في فلويد، تمام؟ تخيل بقى كده معايا ان حصل انجري للبلاد فيزل، تمام؟ الجزء ده في البلاد فيزل، تعالى بس اغير اللون، الجزء ده في البلاد فيزل حصل فيه انجري، فالدم او الفلويد بقى تقدر تقول بدا يتحرك من البلاد فيزل للانترستيشال سبيس او للاكسترا سيلولار سبيس اللي موجوده ما بين الخلايا وبعضها، فبدا يحصل اديما، تمام؟ دي حاجه اسمها فازوجينيك اديما بسبب ان الفاسكولار بيرميابيلتي بتاعت البلاد فيزل زادت، تمام كده؟ في نوع تاني من السيرولار الايديما حاجه اسمها سايتوتوكسيك، ودي ليها ميكانيزم كده بسيط الصراحه. دلوقتي انت عندك حصل مشكله في الخلايا دي، الخلايا بتاعت البرين، تمام؟ حصل فيها مشكله، ايه نوعيه المشكله دي؟ المشكله دي لسبب ما عمل الدمج للصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي لو انت فاكر كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب الصوديوم تجيبه تخرجه بره الخليه، وتجيب البوتاسيوم تدخله جوه الخليه. تخيل بقى كده، معايا ان الصوديوم بوتاسيوم بامب دي حصل فيها مشكله، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الصوديوم مش هيعرف يخرج من الخليه، والبوتاسيوم هيفضل بره الخليه. الصوديوم جوه الخليه يعني ايه؟ الصوديوم دايما بيحب الميه، فيبدا يسحب الميه اللي كانت موجوده في ما بين الخلايا وبعضها في الاكسترا سيلولار سبيس، يبدا يسحبها جوه الخليه، فتلاقي الخليه حجمها كبر، الخليه كبرت في الحجم وبدات مليانه، بدات تبقى مليانه ايه؟ فلويد. ده كده اللي هو الايه؟ النوع الثاني اللي هو السايتوتوكسيك ايديما. في نوع كمان اسمه انترستيشال ايديما، وده ببساطه جدا لو عيان عنده، لو عيان عنده اوبستراكتيف هيدروسيفلس،
فبالتالي السي اس اف بيبقى يحصل له اكيوميشن في المنطقه اللي فوق دي كلها، بيبدا يخترق الدايما لاير بتاعه المحوطه الفنتريكل، ويبدا يروح للانترستيشال سبيس ما بين الخلايا، ما بين الخلايا بتاعه البرين. على بقى نقرا الكلام اللي في الكتاب. دلوقتي عندك حاجه اسمها فازوجينيك اديما. اتفقنا ان الفازو يعني ليها علاقه بالبلاد فيزل. البلاد فيزل حصل فيه ايه؟ حصل فيه مشكله فزودت البرميابيلتي بتاعته. في اسباب اساسيه ممكن تعمل دامج في البلاد فيزل، فبالتالي تخلي الانسوليال لير البرميابيلتي بتاعتها تبوظ، فبالتالي الفلويد يعدي من البلاد فيزل يروح للخلايا بتاع، يقعد ما بين الخلايا بتاعت البرين وبعضها. ممكن مثلا انفكشن، ممكن تيومر، ممكن تروما، او ممكن يحصل بسبب سيريبرو فاسكولار اكسيدنت. في تاني نوع معانا اللي هو السايتوتوكسيك، سايتو اللي هي الخليه، وتوكسيك يعني حصل فيها مشكله. فحصل بيقول لك بقى الميكانيزم بتاعها، ان حصل التنظيم بتاع الخليه للفلويد ده بوظ. زي ما احنا قلنا كده، هو مش كاتبها بس هي عشان تفهمها، هو عنده مشكله في او ديفكت في الصوديوم بوتاسيوم بامب. فبالتالي الصوديوم بيبقى جوه الخليه محبوس، الصوديوم بيحبس معاه ميه، فبالتالي الخليه تبدا تنفخ بالميه. تمام كده؟ دلوقتي انت لو فاكر الصوديوم بوتاسيوم بامب محتاجه اي تي بي عشان تشتغل. تمام؟ فلو مفيش اكسجين مش هنعرف نصنع، مش هنعرف نصنع اي تي بي. تمام؟ ممكن كمان لو حصل توكسين، لو في التوكسين او اي ميتابولايت بتبدا تعمل ديستربنس او تعمل دامج للبامب دي بالذات، او للميكانيزم بتاعت الفلويد ريجليشن بتاع الخليه. ثالث نوع معانا اللي هو الانترستيشيا، وقلنا ان هو بيكون فيه كريزد في الفنتركولار هاي فنتركولار بريشر. ابسط مثال عليه اللي احنا خدناه اللي هو اوبستركتيف هايدروسيفلس، الفلويد موجود جوه الفنتركل الكميه كبيره، فيبدا يزوق، يبدا يخترق الابيدايمال لاير للمحوطه، يبدا يروح للطبقه بتاعه البرين. نيجي بقى لاخر مرض معانا في المحاضره، واخر مرض معانا في المنهج، واخر مرض معانا في الباثولوجي كله. خلاص مش لسه بطول باثولوجي تاني، اللي هو الهيموريدج. الهيموريدج بنقسمه لنوعين على حسب الاناتومي. الاناتومي اللي هو مكان البليدنج، ممكن يكون البليدنج ده جوه السب اراكنويد سبيس، او بنسميه سب اراكنويد هيموريدج، ممكن يكون في الانترا جوه البرين تشو يعني، او جوه البرين نفسه، بقول عليه انترا سيربرال هيموريدج او انترا بارينكيمال هيموريدج. تمام؟ خلينا بقى بص على العنوان كده، وبيقول لك العنوان اسمه نون تروماتيك انتراكرينيال هيموريدج، يعني الهيموريدج اللي بيحصل بسبب تاني غير التروما. فمين يعني كلمه تروما؟ تروما يعني خبطه. ممكن مثلا لو انت خبطتك بشاكوش على دماغك، دي كده تروما. التروما دي فرقعت بلود فيزل عملت لك بليدنج، فدي كده تروما. هو بقى هيتكلم عن الاسباب اللي غير التروما. اشهر الاسباب دي مثلا في السبب اراكنويد هيموريدج بيكون اشهر سبب اللي هو الانيوريزم. في السيريبرال هيموريدج او الانترابرينكمال هيموريدج اشهر سبب اللي هو الايه؟ الهايبرتنشن. بس الغريب بقى انه يبدا يكلم لك مثلا يشرح لك الاسباب، يقول لك من السبب اراكنويد هيموريدج يحط لك من ضمن الاسباب تروما. نفس الكلام هيعمله مع الانترابرينكمال هيموريدج، فكك منها يعني حته مالهاش لازمه. المهم دلوقتي انت عندك سبب اراكنويد هيموريدج، فايه الاسباب بتاعتها؟ اشهر سبب اللي احنا متكلمين لسه متكلمين عنه، قلنا ان يبقى عندك انيوريزم موجود في السب اراكنويد سبيس. السب اراكنويد سبيس اللي هي موجوده ما بين الاراكنويد مطر والبيا مطر. المنطقه دي بيكون فيها بلاد فيزل كتير، من ضمن البلاد فيزل اللي موجوده البلاد فيزل بتاعت الايه؟ السيركل اوف ويلز، اللي هي ممكن يحصل فيها انيوريزم، ممكن يحصل الانيوريزم دي يحصل فيها رابشر وتبدا تفرقع في السب اراكنويد سبيس. انت بتلاقي عندك بليدنج في السب اراكنويد سبيس، وده اشهر سبب على فكره واهم سبب. في سبب تاني اللي هو التروما اللي قلت لك بقى فكك منها او اعرفها وخلاص. دلوقتي انت عندك مثلا، تخيل مثلا انا معايا مسمار دخلته في دماغك او في دماغ اي حد، معلش. مسمار دخل في الدماغ وصل لحد البلاد فيزل اللي موجوده في السبرا كنيت سبيس وفرقعت البلاد فيزل دي. في كمان عندك حاجه اسمها هيموراجيك ديس اوردر، هيموراجيك بلاد ديزيز، زي اللوكيميا وزي البربرا. اللوكيميا مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها بتبدا تنقص البليتليت. والبليتليت دي مسؤوله عن انها تبدا توقف النزيف، فبالتالي انت عندك نقص في البليتليت، فبالتالي تنزف من اقل حاجه بيحصل لك هيموريدج. مش هيموريدج بس في سبب اراكنويد سبيس، هيموريدج في اي حته في جسمك. مشكله الكيمياء او خلت الكيمياء تعمل نقص البليتليت، يعني هو ميكانيزم شويه او موضوع يعني ايه، تعال نبسطه شويه. الكيمياء بيكون عندك زياده في الوايت بلاد سيل، تمام؟ فتقدر تقول ان الوايت بلاد سيل دي بيكون معاها في البون مارو كمان الار بي سيز، ومعاها كمان البليتليت. فانت بتلاقي عندك الار بي سيز قليله وكمان معاك البليتلت قليله، فانت بتلاقي عندك العيان ده عنده انيميا وعنده ثرومبوسايتوبينيا نقص في البليتلت. فتقدر تقول مثلا ان الوايت بلاد سيل الموجوده دي تبدا تاكل الاكل بتاع بتبدا تكبر على حساب البليتلت، بتبدا تكبر على حساب الار بي سيز، فبتقدر تظن كده بتقدر تاكل كانها بتاكل الاكل بتاعهم، فبتلاقي ان عندك نقص في البليتلت. في كمان عندك حاجه اسمها بيربرا.
بيربرا دي هي مشكله في البليتلت، يعني مساويه لكلمه المشكله في البليتلت، سواء ان المشكله دي نقص في البليتلت نفسها، نقص في العدد بتاعها، او ان البليتلت دي فيها مشكله، البليتلت دي سليمه او عددها سليم بس مش شغاله بطريقه كويسه، فيها مشكله في الفانكشن بتاعتها. يبقى انت عندك الاسباب، اهم سبب البري انيوريزم ممكن يحصل بسبب تروما، ممكن يحصل بسبب هيموراجيك بلاد ديزيز. الاثنين دول يحصلوا في اي مرض في اي مع اي هيموراجي في الدنيا، انما ده المهم وده المميز. من ضمن الشكاوي اللي بيجي يشتكي بيها العيان بتاع السبر اكنيت هيموريدج، دلوقتي انت عندك بليدنج موجود في السبر اكنيت سبيس، ضغط على المننجيز، ضغط على البرين تيشو، فبيبدا العيان يشتكي بصداع شديد جدا، بيقول لك ان ده اسوأ صداع انا مريت بيه في حياتي. تمام، الشكوى دي مميزه يعني. تاني نوع معانا من الهيموريدج اللي هو السيربرال هيموريدج. السيربرال هيموريدج هنبدا نتكلم فيها عن كل الكلام ده كله، نتكلم بالتفصيل شويه عنه. السيربرال هيموريدج عندك بيحصل بسبب بليدنج في الميدل سيربرال ارتري، يبدا يطلع منه برانش اسمه لنتيكيو ستريت ارتري اللي يبدا يغذي البيزل الجانجليا والانترنال كابسول. يعني مثلا ده كده الميدل سيربرال ارتري بيبدا يطلع منه لنتيكيو ستريت بيبدا يغذي البيزل الجانجليا. طبعا انتوا عارفين الاناتومي ده كله، بس انا يعني محور المراجعه. فدي اشهر مكان بيحصل فيه سيربرال هيموريدج. سيربرال هيموريدج زي ما قلت لك كده بيكون البليدنج جوه البرين تيشو نفسها. يعني هنا مثلا هو جه يفتح البرين ده بتاع واحد ميت، جه يفتحه تمام، بدا يبص جوه لقى الدم موجود بس متجلط. بص كده المنظر ده، دم موجود بس متجلط، موجود في البرين تيشو نفسها، وبدأ يخش كمان على الفنتركل. تمام، ايه الانواع بقى بتاعت السيرفال هيمج؟ في نوعين اساسيين، نوع اسمه على حسب الحجم بتاعه، فنوع اسمه بيتيكيال هيمج بيكون البليدنج بيبقى بيأفكت، بيحصل مثلا بليدنج في الكابيلاري الصغيره، بتلاقي ان البليدنج عباره عن نقط صغيره كده موجوده بالمنظر ده تمام في البرين تيشو، او يكون الموضوع ماسف شويه او كبير شويه زي ما انت شايف كده. لما كده بيكون يعني الدمج حاصل للبلاد فيزل اكبر شويه. ايه الاسباب بقى بتاعت البيتيكيال هيموريدج دي؟ اول سبب معانا اللي هو التروما. تمام، ثاني سبب معانا انفكشن. بيقول لك ان الانفكشن دي او الافس الموجود بيبدا يضغط على البلاد فيزل الموجوده، بيبدا ايه يفرقعها او يبدا يعمل دمج ليها، سواء مثلا الافس اللي موجود ده بيبدا هو الجذور بيبدا يضغط على البلاد فيزل ويفرقعها، او الانفكشن دي بتبدا تهاجم البلاد فيزل زي ما احنا قلنا قبل كده، وبتبدا برضه تخليها تضعف وبتبدا معرضه انها تفرقع اكتر. فده البيتيكال هيمرج. البيتيكال هيمرج قلنا ان هو عباره عن هيموراجيك سبوت، نقط صغيره كده من نقط صغيره جدا من الهيمرج، بتحصل بسبب مشكله في الكابيلاري، الكابيلاري اللي هي برضه صغيره. اسبابها تروما او انفكشنز سواء من انجايتس او انكفاليتس، هيموراجيك بلاد ديس اوردر زي اللي احنا قلناها ورا، اللوكيميا او البربرا او اي حاجه تانيه. النوع الثاني اللي هو الماسيف هيموراج، بيقول ان هو بيبدا يحصل في مناطق في ارتري كبيره شويه زي اللنتيكيو ستريت ارتري اللي هو طالع من الميدل سيربرال ارتري. الميدل سيربرال اللنتيكيو ستريت ارتري ده بيغذي البيزل جانجليا وبيغذي كمان معاها الانترنال كابسول. تمام كده، عايزك بقى تبقى عارف معلومه كده، هي مش مكتوبه في الكتاب بس انا حاسسها مهمه بصراحه. دلوقتي الانترنال كبسول دي لها وظيفه، الوظيفه بتاعتها انها تبدا تنقل الفايبر، الفايبر تنقلها من الكورتكس او من المصل، تبدا تروح تعدي في الانتيرو هون سيل، تبدا تعمل ديكونستراكشن الناحيه الثانيه، تبدا تعدي الفايبر على الانترنال كبسول، تبدا تروح للكورتكس. انا كده بتكلم عن الموتور فايبر، الموتور فايبر بس اللي بتعدي، لا انت عندك الموتور فايبر بتعدي، في كمان عندك السنسوري فايبر، في كمان عندك اوديتوري فايبر، في كمان عندك سنسوري فايبر، كل دول بيعدوا على الانترنال كبسول. فدلوقتي انت لو فاكر الانتيجو ستريت ارتري ده بيغذي الجزء اللي ورا بتاع الانترنال كبسول. تمام، طب فانت عندك حصل مشكله او هيموريدج في او حصل مشكله في الانتيجو ستريت ارتري ده، فانت عندك الجزء اللي ورا بتاع الانترنال كبسول ده كله بايظ، فبالتالي كل الفانكشن اللي بيعملها بايظه. فانت بتلاقي العيان جاي لك بشكوى غريبه كده شويه، تلاقيه ده مثلا العيان جاله هيمرج في الناحيه الايه دي كده شمالك. تمام، دي كده الناحيه الشمال. تمام، فانت بتلاقي عنده المشكله اللي عنده الجزء اليمين خالص، الجزء اليمين بتاعه هو مش حاسس بيه، عنده مشكله في الاحساس، وكمان عنده مشكله في الحركه، الجزء اليمين ده مش عارف يحركه، كمان عينه مش عارف يحركها، عينه فيها مشاكل، كمان ودانه او السمع بتاعه فيه مشاكل. فانت بتلاقي العين جايه كده ايه بحاجات كتير. ده كده اللي هو الكلينيكال برزنتيشن بتاع الايه الانترا سيريبرال هيموريدج لو حصل افكشن للانترنال كبسول اللي هو اشهر حاجه بالنسبه. ده كده الايه الانواع. تعالى نتكلم بقى على الاسباب. اهم سبب اللي هو الهايبر تنشن. الهايبر تنشن ببساطه ضغط عالي فخلي يضعف البلاد فيزل، فالبلاد فيزل يفرقع. ده ببساطه جدا، ده اشهر سبب واهم سبب، انما اهم سبب في السبر اكنيد هيموريدج كان الانيوريزم.
ممكن كمان يحصل بسبب تروما، ممكن كمان يحصل بسبب هيموريدج جوه التيومر. لو انت فاكر اتفقنا مثلا ده كده كنا واخدين مثال عليه اللي هو الجرايب السمارت فون، قلت لك ان هو التيومر ده بيبقى هاي فاسكولار فيه بلاد فيزل كتيره، فممكن التيومر ده يبدا يضغط على البلاد فيزل اللي موجوده جوه دي او المحوطه فيبدا يخليها تفرقع. كمان ممكن يكون يحصل رابشر للانيوريزم، بس الانيوريزم هنا مش مسموش بري انيوريزم، الانيوريزم هنا اسمه شارك انيوريزم، الاسم بتاعه مميز على فكره، هو مش مكتوب عندك برضه في الكتاب بس هعرفه. المهم يعني انت عندك الضغط العالي او ايا كان بقى السبب، انت بتلاقي عندك في انيوريزم متكون في الانتيكو ستيرويد ارتري دي، فبيبدا يفرع فيبدا يعمل ايه؟ انتراكرينال هيموج. ممكن كمان مشكله في الكواجيوليشن سيستم زي اللي احنا قلناها ورا اللي هو البربرا او اللوكيميا. الميكانيزم بقى، الميكانيزم كلها بتعتمد على ازاي، مش هحاول اشرح لك ازاي الهايبرتنشن بيبدا يعمل لك هيموريدج. الموضوع بسيط والله، يعني الضغط عالي فالبلاد فيزل تفرقع، بس هم يلزم يعقدوا الدنيا يعني. المهم قال لك اهم اول حاجه بتحصل ان انت عندك البلاد فيزل ده بيحصل فيه مشكلتين على حسب هو البلاد فيزل ده حجمه كبير او جزء الدم دي جزء كبير ولا جزء صغير. جزء كبير يعني جزء تحت شويه كده، فبيبدا يحصل فيه اثيروسكلروس، يبدا يحصل له تصلب شرايين، التصلب ده بيبدا يضعف البلاد فيزل، فبالتالي تبدا ايه سهله انها تفرقع. ممكن لو البلاد فيزل رفيع شويه يبدا يترسب فيه هايلاين ماتيريال، تمام؟ نفس الكلام الهايلاين ماتيريال دي هتخلي البلاد فيزل ضعيف ويفرقع بسهوله. عشان تبقى عارف الهايلاين ماتيريال دي موجوده في كده مثلا جزء من البلاد فيزل، ففي هايلاين بروتين موجود هنا، تمام؟ مع الضغط العالي الضغط ده بيبدا يزق الهايلاين ماتيريال ده، بيخليه يترسب في الوول بتاع الايه؟ بيخليه يترسب في الوول بتاع الارتري، فانت بتلاقي الهايلاين موجود ايه؟ موجود على الغول بتاع الارتري، تمام؟ بسبب الضغط العالي ده الهايلاين ده هيخلي البلود فيزل ضعيف وبالتالي يفرقع بسهوله. بص كده المنظر ده الهايلاين ماتيريال، الضغط عمال يزقه عشان يترسب على الغول، بدل ما هو كان ماشي في الدم عادي. الهايلاين ده بروتين على فكره، فبدا يخليه يترسب على الغول بتاع البلود فيزل. تاني مشكله معانا ان يبقى اتفقنا لو البلود فيزل كبير شويه بيحصل فيه اثيروسكليروز، لو صغير بيحصل فيه هايلاين ارتريولوسكليروز. ارتريول اللي هي حاجه اصغر من الارتري يعني، تصغير كلمة ارتري. ممكن لو الموضوع يعني الضغط ده عالي شوية او عالي جامد بيبدأ يضغط على البلاد فيزل، يبدأ يخليها تتقاصر، الخلايا او السموث مسل بتاعت البلاد فيزل تبدأ تكبر في الحجم عشان تقدر تستحمل الضغط ده. مع الوقت انت عندك العضلة لما تبقى كبيرة زيادة عن اللزوم هي مش طبيعتها انها تكون كبيرة، فبالتالي هي تبقى محتاج اكسجين زيادة عن اللزوم، محتاجة تغذية زيادة عن اللزوم، الجسم مش قادر يوفر لها الاحتياجات دي، فبالتالي بيبدأ يحصل لها ايه؟ بيبدأ يحصل لها نكروز. النكروزس اللي بيحصل ده بيضعف البلاد فيزل، فبالتالي ممكن يخليها ترابشر بسهولة، تمام؟ زي ما احنا قلنا بقى كده، الثلاث حاجات اللي فوق دول بيخلوا البلاد فيزل ضعيفه، بيخلوها معرضه اكتر انها ايه؟ تفرقع. قال لك ان ممكن مش الضغط هو المشكله، او ممكن يكون يعني مش الكلام ده كله هو اللي عامل المشكله، لا بيقول لك ممكن الضغط اللي موجود ده بيبدا ايه يعمل لك انيوريزم، تمام؟ يعمل لك دايليتيشن في البلاد فيزل، يعمل لك ايه؟ انيوريزم، الانيوريزم دي بتبدا تفرقع وتعمل لك انتراكرينال هيموج. زي ما قلت لك كده الانيوريزم اسمه شاركوت انيوريزم، وده بيبقى موجود في الانتيكيو ستريت ارتري. الشكل بقى بتاع الانتراكرينيال هيموريدج قال لك ممكن يكون على حسب هو الحاله دي اكيوت ولا الحاله كرونيك، الشكل هيختلف بقى. كرونيك اللي يعني عدى فتره عليها، يعني عدى فتره على البليدنج. في الحاله الاكيوت بتلاقي ان البلاد فيزل عامل لك اكسترا بوزيشن، يعني البلاد خارج من البلاد فيزل، اكسترا بوزيشن يعني بدا يخرج من البلاد فيزل ويبدا يعمل لك كومبريشن على البارينكما او المناطق اللي متحوطه لايه؟ اللي محوطه البليدنج اللي هي في البرين. اي منطقه بقى ممكن البرين يضغط عليها ممكن تعمل لك مشكله معينه، مثلا نفترض المنطقه دي منطقه موتور، فبتلاقي العيان عنده مشكله في الحركه، المنطقه دي مثلا منطقه تبع الرؤيه، فبتلاقي عنده مشكله في الرؤيه وهكذا، تمام؟ لو الحاله اكيوت شويه، لو الحاله كرونيك شويه، كرونيك بيبدا يطلع الماكروفاج. الماكروفاج دي هتبدا تشوف كده، تبدا تبص على الهيموريدج، تبدا تلاقي ان في خلايا ميته، في خلايا ميته بسبب الهيموريدج. الهيموريدج ده كان بيوصل دم الخلايا، فالخلايا دي بقاش وصل لها دم تبدا تموت، فالخلايا بتاعت البرين الميته دي الماكروفاج هتبدا تبص عليها وتبدا تاكلها، تاكلها. فكده بقى عندك منطقه فاضيه في البرين كانت موجود فيها خلايا، الخلايا دي بقت ميته فالماكروفاج كلتها، فانت بتلاقي عندك سيستيك سبيس موجوده، مش عارف باينه معاك ولا لا، اعتقد باينه. عندك فراغات كده موجوده جوه البرين تيشو متحوطه تقريبا او بيبقى لونها شويه بني، اللون البني ده ناتج ان الماكروفاج اللي بتطلع دي تبدا تاكل كمان الار بي سيز اللي موجوده، وتبدا تكسر فيها وتطلع لك الماده بتاعت الهيموسيدرين، الهيموسيدرين بيكون لونها بني. انت بيكون عندك كافيتي متكون، الكافيتي اللي متكون ده بسبب الماكروفاج اللي عماله تاكل في برين تيشو، البرين تيشو اللي هو او النكروتيك تيشو يعني. وكمان عندك في لون بني
موجود بسبب الايه؟ الهيموسيدرين اللي مترسب. ده الحاله، ده الموضوع جروس بيكتشر. تحت الميكروسكوب بقى تقريبا هتشوف نفس الكلام. بيبدا يكلمك يقول لك انك هتبدا تبص على في الاول، هتبدا تبص هتلاقي ان في عندك عندك الدم مجلط في الدم مجلط في النص كده ومتحوط بالبرين تشو، في خلايا ان البرين محوطاه. تمام؟ كمان عندك في شويه ايه؟ اديمه موجوده كمان معانا. ده لو الموضوع علمي. لو الموضوع في الاخر يعني او الموضوع كرونيك، بيبدا يقول لك ان الاديمه دي بتبدا تخف. تمام؟ يبدا يترسب لك الهيموسيدرين، ويبدا يترسب لك الايه؟ الحاجه اسمها ليبيد لادن ماكروفاج. الهيموسيدرين زي ما بقول لك كده نتاج ان الماكروفاج تبدا تاكل الاربسيس وتكسرها فتطلع الهيموسيدرين، تقريبا كان نتاج تكسير الهيم. تمام؟ وده اللي كان بيعمل لك ايه؟ اللون البني. وليبيد لادن ماكروفاج يعني ماكروفاج طلع بس تبدا تاكل الليبيد. ايه علاقه الليبيد بالموضوع؟ لو انت فاكر الليبيد دي، لا اما حاجه من اثنين، لا اما الليبيد اللي موجوده جوه البرين تيشو نفسها، يعني في ليبيد موجوده جوه البرين فالماكروفاج بتقوم واكلها بالمره، لا اما الليبيد دي جايه اصلا اللي هي ال دي ال، اللي هي اللو دينستي لايبوبروتين، اللي هي كانت تبع لو انت فاكر تصلب الشرايين والضغط العالي والهايبر ليبيديميا، الثلاث امراض دول يعني ليهم علاقه كبيره مع بعض. فممكن يكون الموضوع اللي بدا اصلا ان حصل يترسب الليبيد بروتين او اللو دينستي لايبوبروتين في البلاد فيزل، فخلاها يعمل يعني خلاها يحصل فيها اثيروسكلروزس مع الهايبر تنشن، كل ده خلى البلاد فيزل ايه؟ تفقع. تمام؟ معلش لو دخلتك في تفصيله كده مالهاش لازمه. كمان بيبدا يحصل عندك بروليفريشن الايه؟ الاستروسايت. الاستروسايت دي اللي هي الفايبروبلاست بتاعت البرين، دلوقتي حصل فيه نزيف، الاستروسايت هي اللي هتبدا تحاول توقفه. تمام؟ تبدا تعمل حاجه زي السكار كده او الفايبروزز اللي بتبدا يتكون في البرين، هو المسؤول عنه الاستروسايت. عشان ما تدورش كتير، احنا دلوقتي عندك في لو الموضوع قل شويه، انت هتلاقي عندك كلوتد بلاد، في دم مجلط، الدم المجلط ده متحول بالخلايا بتاعت البرين، وفي النص ما بينهم ايه؟ في اديمه. مع الوقت بتلاقي ان الاديمه دي بدات تروح، بس بدا يظهر عندك ايه؟ ماكروفاج. الماكروفاج دي لا اما بتبقى جواها هيموسيدرين، لا اما بتبقى جواها ليبيد. تمام؟ ممكن كمان الهيموسيدرين ده يكون ما بين الخلايا وبعضها، يعني مش لازم يكون جوه الماكروفاج نفسها. كمان بيبدا يحصل عندك بروليفريشن للاستروسايت عشان تبدا توقف الايه؟ النزيف ده. ايه مشكله بقى الانتركرينيال هيموريدج؟ مشكله الانتركرينيال هيموريدج تقريبا ست حاجات عندك، ست حاجات اهو. اول حاجه هو كومبريشن، النزيف ده او البليدنج ده بيبدا يضغط على المناطق في البرين، وزي ما قلت لك بقى على حسب المنطقه اللي هو يضغط عليها هيبدا يعمل لك تاثير معين. ثاني حاجه ممكن يخف، الموضوع ده بياخد وقت اسابيع شهور لحد ما يخف، وبدا العيان الايه الحاله بتاعته تبدا تتحسن. ممكن يحصل بري هيماتوما الاديمه، زي ما قلت لك بقى في الاول ان في اديمه متكونه محوطه الايه؟ محوطه البرين تيشو، دي بتبقى موجوده في ال ستيج. دلوقتي انت عندك اديمه وعندك هيموريدج وبليدنج جوه البرين تيشو، كل ده في الاخر عمال يضغط على الخلايا بتاعت البرين، بيزود لك حاجه اسمها الايه؟ الانتركرينيال تنشن، اللي يبدا يعمل لك فوميتنج، بيبدا يعمل لك بابيلوديما، بيبدا يعمل لك هرنيشن، وبيعمل لك حاجه رابعه تقريبا مش فاكر، مش مهم مكتوب عندك في الكتاب يعني. ممكن يحصل كمان ان البريدنج ده يبدا يروح للفنتركل زي ما احنا شفناها هنا وشفناها في الصوره اللي فاتت. يبدا يروح للفنتركل يزود لك الايه؟ السي اس اف بريشر، يعمل لك ايه؟ هيدروسيفلس. كمان ممكن يحصل عندك حاجه اسمها سيجرز، اللي هي الصرع، اشرح لك السلايد الجايه. ممكن كمان يحصل انفكشن، اللي بيحصل ده بسبب ان انت عندك دم متقلط والدنيا راكده خالص، ما فيش اي حركه، فبالتالي دي بيئه مناسبه جدا للبكتيريا انها تبدا تتكاثر وتبدا ايه؟ تعمل لك انفكشن. تمام كده؟ سؤال جنة في الامتحان على فكرة، احنا في سنة رابعة في البطن، أشهر مكان للإنتراكرينيال هيموريدج اللي هو الإيه؟ البوتامين. أنا قلت لك إنه أشهر مكان أصلا البيزا الجانجليا، بس أنهي حتة بالظبط في البيزا الجانجليا اللي هو البوتامين. تمام كده؟ دلوقتي عندك حاجة اسمها سيجرز، زي ما قلت لك كده إنها صرع. أنت دلوقتي عندك هيموريدج أو نزيف، ده عامل إريتيشن، عمال يعمل إريتيشن لمناطق معينة في البرين، سواء مثلا عامل إريتيشن للمنطقة دي، نفترض المنطقة دي تبع السمع. تمام؟ فبتلاقي العيان عمال يجي له ايه؟ يحس انه شايف حاجات هي مش موجوده اصلا، يبدا يهلوس. لما مثلا ضربت المنطقه بتاعت معلش انا كتبت فيجوال، اللي هي النظر، تبدا يشوف حاجات هي مش موجوده اصلا. تمام؟ ممكن مثلا تضرب المنطقه بتاعت السمع بقى المره دي، فبتلاقي بيبدا يسمع حاجات ما كانش المفروض انها موجوده اصلا، يبدا يهلوس يعني. ممكن كمان لو ضربت منطقه تبع الموتور بيبدا يحس بايه؟ يبدا تلاقي مره واحده عمال يحرك ايده. ده لو الموضوع بارشل او بيأفكت منطقه معينه، ممكن يكون الموضوع جنرالايزد بيأفكت اجزاء كتيره او جزء كبير من البرين تيشو، فانت بتلاقي عندك العين جاي لك يشتكي لك مثلا او جاي بحاله مشهوره جدا اسمها تونيك كولينيك سيجرز. دي مش موضوعنا اصلا بس يعني دي معلومه زياده. بيبدا العين تلاقيه مره واحده يغمى عليه
وتلاقي مره واحده عمال يبدا يتشنج كده. تمام، دي كلمه صرع يعني، التفسير بتاعها والشرح بتاعها. تمام، فانت عندك ممكن يحصل الهيموريج ده، يبدا يعمل اريتيشن لجزء من البرين، او يعمل اريتيشن لمنطقه كبيره جدا من البرين، اللي هو سواء كانت بارشال او جنرالايزد. تمام كده، اخر حاجه معانا، بص كده الصوره دي وحاول تقول ده ايه. ده كده انتراكرينيال هيموريج، وده كده انتراكرينيال هيموريج بس جوه الايه السيربيلم. ده كان كان موجود جوه الايه البذره الجنجيه. دي كده البليدنج او هيموريج جوه الايه السيربيلم. خلي بالك انتراكرينيال هيموريج يعني جوه البرين وكمان السيربيلم. تمام، فممكن يكون عادي جدا موجود جوه السيربيلم، ودي كان دي اللي هي ايه سلايد علينا اصلا في العمل ان شاء الله. بس كده الحمد لله المنهج خلص، المحاضرات خلصت، الباثولوجي خلص خالص. اتمنى تكون المادة لذيذة، تكون سهلة، اتمنى تكون الشرح مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى ما اكونش طولت برضه.